الصين في درعا أقامت جيش الحر نقطة تفتيش وحصن المكان ببناء دشم كثيرة، كان عناصره قد وصلوا إلى هذه النقطة الهامة والتي تفصل شرق درعا عن غربها حتى باتت تسمى بالقفل، وصلوا إليها بعد جهد وتعب ومعارك طاحنة، خاضوها حتى تمكنوا من تحرير النقطة التي كان يسيطر عليها جيش النظام ويقطع الإمداد عن الجيش الحر ويسوم الناس سوء التعذيب والإذلال كلما مروا على الحاجز. وله أهمية استراتيجية عظيمة كونه يفصل شرق درعا عن غربها، كان له أثر كبير في تأخر الدعم اللوجستي والدعم بالسلاح إلى المناطق الغربية من درعا واليعموم القنيطرة والريف الغربي من دمشق، كونها نقطة استراتيجية وحلقة نقطة وصل كونها تفصلها عن الوادي. بقيت آليات جيش النظام المعطوبة لتدل على ضراوة المعارك وشدتها، حيث وقعت في كمائن للجيش الحر عندما أرادت الانسحاب باتجاه معسكرات جيش النظام الأكثر تحصينا. أما الجنود فقد لجأوا وفق إفادة الناشطين إلى هذا البيت قبل أن يلاحقهم عناصر الجيش الحر ويشتبكوا معهم ليؤمنوا النقطة الجديدة التي سيطروا عليها والتي تتمتع بموقع استراتيجي مميز. أمام أبطال كتيبة أسود الجولان التابعة للواء النخبة ألوية تحفيظ الرسول بتحرير حاج مساكن جلين بعد حصار استمر لمدة 3 أيام ثم اقتحامه خلال ساعتين بفضل الله سبحانه وتعالى. حاول جنود الأسد الهروب إلى المزارع المجاورة حيث وقعوا بشرك الألغام وتم تدمير دبابة وعرب الدوشكة وقتل ما لا يقل عن 25 عنصر منهم. تم اغتنام أسلحتهم لله الحمد والشكر سبحانه وتعالى. اغتنمنا دبابة T-62 من حاج العنفة أثناء عملية تحرير حاج مساكن وتحرير سينتقل عناصر الجيش الحر بآلياتهم وإمداداتهم بحرية بعد تحرير حاجز مساكن جلين، وستتسع المناطق المحررة أكثر. بدورهم سيتخلص السكان من أبناء المنطقة من أساليب جنود النظام التي وصفوها بالتشبيحية والتي تعمد إلى إذلال الناس وسرقة أرزاقهم، كان ذلك بعد الدماء التي بذلها أبناؤهم في الجيش السوري الحر. وللحديث أكثر عن آخر التطورات في درعا معنا الآن مجد الحوراني ناشط إعلامي من درعا. مجد،